والروز طيب مليح بالحليب الصافي أرى من الفدا والشربة وسكون راوية وسخونة إلى دخلت وسط القبة أرى طواجنك وصحونة ليا سكول قول مرحبا هاك البساط للمحسونة واللوز في وسطها ينبا وكداك بالسمن مدهونة ومحنشان حبا. السلام عليكم الغزالات، كي دايرين لاباس؟ صحتكم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ويا ربي. هذا الفيديو تلقاكم في اتم الصحه والعافيه. معكم بيجام من قناه انصري برودكشن، القناه ديالكم اللي كتملى من الله تعالى كل المحتوى ديالها كاينه الانجاب ديالكم. الناس اللي كتدخل بالصدفه للقناه ما تردش انها تشترك معايا، دير لي تعليق، تخلي لي واحد اللايك. الناس اللي معايا دائما تنقول لكم الله يخليكم على الدعم ديالكم، شكرا على المسانده. الناس اللي معايا ما ينسونيش بالبارتاج ويشاركوا الفيديو مع المعارف ديالهم وفي مواقع التواصل. علاش لا؟ اول حاجه غنديرها غادي نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. ليا سكول قول مرحبا هاك البساط للمحسونه واللوز في وسطها ينبا. هنا كما شفتوا معايا في الاول ديال الفيديو غادي نقدم لكم سطيله ديال الحوت، كتجي شي حاجه زوينه بزاف. تجربه ما غاديش ندمي عليها. ممكن انك تشمري على دراعك وديري بسطيله سورتو للمبتدئات من اول مره وغادي تنجح معاك ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا معايا عندي هنايا الكروفيت، كاينين بزاف ناس ما كي البنيتات هكا ما كيعرفوش ينقيو الكروفيت، سهل بزاف، غير نقي هكا بالرحمه وما تضغطيش عليه. كما وريتكم هنايا القشور ديال الكروفيت دائما تنخليهم ما تنفرطوش فيهم وتنحطوهم في كونجيلاتور حتى كنساليهم وكنديروا بهم بودغ ديال الكروفيت. غادي هنايا نكمل ان شاء الله التنقيه ديال لي كروفيت وغادي ندوزو غادي نوريكم الحوت اللي عندي. هنا عندي ميرلون، عندي واحد الحوته فيها كيلو ونص ديال ميرلون، وعندي هنايا الروكان اولا القرش عندي كيلو ونص حتى هويا، هانتوما كتشوفو محيده ليه الجلده ومقاد عند السيد. هنا غادي ان شاء الله نوريكم السمكه الكبيره اولا الحوته ديال القرب، زوين بزاف هذا الحوت، زوين بزاف مع البسطيله حيتاش بصح فيه تبارك الله مهبر وما فيهش الشوب. بسم الله على بركه الله. هذا الكروفيت اللي نقيته عندي هنايا كيلو لاروب، ولكن غنحيد من واحد الحفينه. وهنايا كيلو قل ربع ديال كيلو قل ربع كروفيت وكيلو قل ربع كالامار، غنحيد منهم واحد الحفينه حفينه هكا ما غنهمش كاملين. وغادي ان شاء الله نبدا معكم البسطيله ديالنا، سهله مراحل سهله وكتجي شي بسطيله اكثر من رائعه. هنا عندي عصير ديال جوج حامضات يكونوا كبار، عندي تما في العشواغ واحد ربطات ديال القزبور ومعدنوس، الا كانوا حتى جوج ربطات ممكن ديريها. هنا عندي واحد المكعب ديال السمك، وهذه العطريات ديال الحوت غندير ان شاء الله جوج معالق هاد المقادير اللي كنعطيكم ديال البسطيله كبيره. وهنايا غادي نضيف ان شاء الله البسطيله هادي العطريه ديال البسطيله ديال الحوت، كتكون هكا بيضاء راه الناس كيعرفوها. عندي جوج معالق، ديما المعالق صغار ماشي كبار. وغادي ندير جوج معالق اخرين ديال الكركم اولا الخرقوم، ديما حنا البسطيله ديال الحوت ديالنا ما كنكثروش فيها التوابل. هادي معلقه ديال الهريسه، والهريسه كتبقى حسب الذوق. وعندي هنايا راس ديال الثومه، هانتوما كتشوفوا معايا. غادي ندير كلشي في العشواغ وغادي نطحنو مزيان. عندي كاس قل ربع ديال زيت الزيتون، الا بغيتي ديري نص زيت زيتون ونص زيت المائده. ما نعاودش لكم الا ما كثرتوش العطريه في هاد البسطيله ديال الحوت كتجي زوينه بزاف، كيبان المذاق ديال الحوت. هنا بغيت نوريكم بلي ضفت واحد المعلقه كبيره ديال لاصوص طوماط ولا طماطم مركزه وطحنتها. وهنا غادي نضيف واحد نص معلقه ديال الملحه، الملحه ديما غادي تذوقي عاد كيسي وتحطي المقادير هما باش ما تغلبش عليك الملوحه. بسم الله على بركه الله. هنا كما كتشوفوا معايا غادي نشد هاد سمك القرب، غادي نفتحو هكا باش تدخل ليه التوابل، وغادي نبدا كندخل هكا التوابل في الجنيبات في هذوك الفلاحي وفي الوسط. زوين بزاف هاد القرب صراحه، لا اول مره كنجربو في البسطيله، مهبر وما فيهش الحوت وما تيمحنكش. هذا ما كان ان شاء الله غادي تتابعوا معايا الفيديو بصور. دير واحد المروزيه مع البطاطا واللفتولوبيا والملوخيه. وانا كما كتشوفوا معايا كنتوبل اولا كنرقد هاد الحوت ديالي في هاد الشرموله اللي وجدت
لا هاد الروكان ولا هاد الميرلو، ولكن اللي ضروري انني دابا غادي نرقدهم وغادي نشرم لهم مزيان، وغادي تحطوا واحد تقريبا الساعه ديال الوقت ماشي ديريكتومون ندخلهم للفران، ضروري يرتاحوا حتى كيتشربوا مزيان. فايق وسط النهار نعطيك خبار، جيبك صعاص كبار بشيت شيشة فرداس يكون طوال. هانتوما كتشوفوا معايا هاد الشرموله اللي كتبقى، راه ضروري غادي نبقى خدامه بها، وكما قلت لكم لا بد تضيفوا القزبر ومعدنوس الى عندكم، حيتاش انا في صراحه الاخر لحظه وما لقيتوش، وليت قضيت غير بهذاك الشيء اللي عندي. بسم الله، هنايا غادي نوريكم عندي هنايا جوج ديال البواطات ديال الفطر المعلب، وهنا عندي 5 دراهم تقريبا ديال الزيتون اخضر قطعته رقيق بهاد القطاعه ديال القزبر، وهنايا عندي الفطر الاسود درت غير هادي راه كافيه، الناس اللي ما كتبغيش بزاف، كاين ناس بزاف ما تيبغيوش هاد الفطر الاسود، درتها هنايا في المغليان وخليت عليها باش كتطلق ديك الرمله اللي فيها، ضروري ضروري تغسل مزيان هاد الفطر، وعاد غادي نقطعو ان شاء الله حتى هو. هانتوما كتشوفوا حتى العطريه باش غادي نخدم. بسم الله، هنايا خديت الطنجره درت فيها الماء حتى غلى، غادي نضفت عليها واحد جوج ديال لي طرونش ديال الحامض، وضفت عليها جوج اوراق ديال الرند اولا الغار، وغادي نضيف هنايا الكلامغ ديالي، ما نعاودش لكم هذا الكلامغ بزاف حتى هي يغدر، غادي ان شاء الله نحط عليه غير تغلى وغادي نحسب ليه 6 دقائق ضروري، حيتاش الكلامغ الا داز ليه الطياب كيولي مكنزز، ما بقاش كيبغي يعني كيجي خايب، ما بقاش كيبغي يتمضغ، هذا ما كان ضروري 6 دقائق. الناس اللي دايره سيبيا تقريبا 10 دقائق ويحيدوا عليه بحال هكا، وضروري اننا نصفيو هاد لي زانغريديون ديالنا اولا هاد المقادير اللي كنوجدوها. هنا خديت واحد المقله، مقله وحده غنقدي فيها كلشي، معلقه كبيره ديال الزبده، زبده من حصى الحيواني، ضفت ليها شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ان شاء الله نضيف عليها لي كروفيت ديالنا. هانتوما بعد ما نقيتهم غادي نضيفهم على نار عاليه، راكم عارفين الحوت كامل كيبغي يطيب على نار عاليه باش كيطلق في ساع داك الماء ديالو. هذا ما كان، غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الشرموله اللي غادي نقدي بها ان شاء الله، هي اللي غنقدي بها كاملين هاد العناصر اللي عندي، نحرك مزيان كما قلت على نار عاليه، وحتى كنبدا كنشوف لي كروفيت كيبداو يبيضوا صافي غادي يكونوا طابو، كيشربوا ديك الزبده وديك الزيت وكنحيدهم، واللي ضروري اننا كنصفيو هاد هاد يعني هاد لي كروفيت هاد الحوت كامل لابدا كنديروه في شبيكه ونخليوه يتسقطر اولا يصفى على خاطرو. نفس المقله درت فيها معلقه كبيره ديال الزبده وشويه ديال زيت الزيتون، وغادي ان شاء الله نخلي عليها هكا تدوب، وكندير فيها الكلامغ. هنا كتقطع عليا المقطع، ضفت جوج معالق ديال الشرموله، وغادي نحرك ان شاء الله. بالنسبه للكلامغ ما تيطلقش الماء، ماشي بحال الكروفيت، غنبدا نحرك هكا غير تنحس به راه تشرب هاد الشرموله وتشرب هذيك الزبده والزيت، وغادي ان شاء الله نحيدهم فوق النار. لا تكون مغشم وغزال طايبه مقيومه، ويلا تجيبها توقف تم نوصيك لا تكتر لومه وميا من القنيه. وهنايا كما كنوريكم دائما نفس المقله كندير فيها كاع جميع المقادير، غادي درت هنا معلقه كبيره ديال الزبده واصل حيواني كما تنأكد، شويه ديال زيت الزيتون، وهنايا غادي نضيف ان شاء الله هذاك الفطر الاسود، هانتوما كتشوفوا قطعته شويه رقيق بالقطاعه ديال القزبور، والفطر العادي والزيتون، الزيتون كتقطعيه رقيق باش ما تيبانش لك المذاق ديالو في البسطيله، هذا ما كان، غادي ان شاء الله حتى هو نحطه في هذه المقله، غادي نضيف عليه جوج معالق ديال الشرموله، وغادي نحرك عليه ان شاء الله، ما كيطلق لا ما لا والو، كتحركي عليه حتى هو على نار عاليه حتى كيتشرب الشرموله ديالك وكتحيديه من فوق النار. هنايا كان هاد الحوت سبق الحوته الكبيره، يعني حيدته قبل ها هو راه برد، عاد دابا ان شاء الله غنمشي نجيب سمك القرب، حيتاش طول شويه في الفران على هذا 180 درجه من الفوق ومن التحت حتى كيتحمر، هانتوما كتشوفوا اللون الرائع ديالو، وعاد غادي نجيب ان شاء الله، ها هي كتشوفوا معايا حتى حسيت بها راه طابت، دخلها الطياب تلقات الماء ديالها مزيان اللي بغات تطلق، وهانتوما كتشوفوا معايا ما شاء الله كتكون مهبره وفيها ما يدار في البسطيله. هنا هذاك الماء اللي كنطلق ليا الحوت درته احتفظت بيه على اساس انني غادي نضيفو على الفيرميسال، ولكن بصراحه الله نسيتو فوق البوطاجي حتى كمل، ضروري انكم ديروا على شويه المغليان وتديروا فيه الفيرميسال، كتنكه وكتتوبل وكتجي غزاله بزاف،
ما تضيعوش، لا بدا غادي تحتفظوا بيه. انا كندوز كنقي الحوت اللي عندي، وضروري ضروري شي شوكه ما خصهاش تدوز، رغم ان الميلون راكم عارفين كيكون فيها غير ديك الصدر، لا هي ولا القرب، ولكن هذا القرش ولا الروكا تيكون صراحه الله فيه غير ديك القروج. هنا خديت الماء غليان، هنا كنت غادي نضيف ديك الماء ديال الحوت ولكن للاسف نسيتو. غادي نضيف هنايا الفيرميسيل، ضفت عليها واحد ورقه الرانش، شويه الملحه، وخليتها ضروري 5 دقائق على ماء غليان وماشي النار يعني طافيه. وهنا كنصفيتها باش حتى هي راه كتلعب دور في البسطيله، ما خصهاش تجي يعني تعصد لينا في الداخل او لي يدخلها شويه الطياب تتملخ، ما باقيش تجي زوينه. هنا ضفت عليها معلقه صغيره ديال التوابل ديال البسطيله الحوت، وضفت هذيك الشرموله كلها اللي بقات عندي. انا ضفت تقريبا واحد نص قرعه ديال الصويا صوص الخفيفه، الا كانت عندك ديك اللي عاقده ديري غير 3 المعالق كبار. غادي نحرك هنايا وغادي ندير اليد ديالي هكا، غادي ان شاء الله نعرف شنو كندير. ضفت شويه ديال الزيت من بكري وتقطع لي ما لقيتش المقطع، وعاود ضفت واحد شويه قدامكم، ضروري غنديروا واحد شويه ديال زيت الزيتون. هنا ضفت واحد المعلقه ديال الهريسه، ضروري الفيرميسيل ملي كنبداو نخلطوا فيها وحنا كندوقوا حتى كنشوفوا شنو خاصها. الا خاصها شويه ديال توابل السمك ممكن ديريه اي حاجه، يعني حتى تنحسوا بالملحه هي هذيك، حتى تنحسوا بالمذاقات كلها بحال. هنا كنت فرقت الكميه اللي عندي على جوج ديال لي بول او لا هكا كما كتشوفوا معايا. كنضيف هنايا داك الزيتون والفطر اللي عندي، الوقت اللي كنحط شي حاجه كنخلط بيدي يعني باش ديك الفيرميسيل كتنكه مزيان بهاد الشيء اللي كنحط، هاد العناصر اللي كنحط. هنا كنحط الكلامار، تنحط شويه هنا ونحط شويه هنا، وقت ما حطيت شي عنصر او لا شي حاجه كنبدا كنحرك. اشرب الطيب الحلال، جيب القوالب من صفار. هنا انتم كتشوفوا معايا ملي نقيت الحوت كامل وطمأنيت انه ما كاين حتى شوك، كنديروا في واحد الشبكه حتى هو كيتسقطر مزيان مزيان، حيتاش من بين الحاجات اللي كيفسدوا الورقه البسطيله ديال الحوت سورتو ام ان الحوت كيبقى يعني نادي، كيبقى فيه ديك الماء ديالو كيقطع لينا الورقه البسطيله. هنا فرقت الكميه على جوج، وغادي نخلي ان شاء الله واحد شويه كما غادي تشوفوا معايا، غادي تشوفوني شنو غندير به. لا بدا غنحطو هو الاخراني عاد كنلمط فوقو الورقه البسطيله. غادي نحرك هنايا ان شاء الله، انتما كتشوفوا ما شاء الله الكميه ديال الحوت راه كثيره. كما قلت لكم تقريبا هذاك سمك القرب فيها 2 كيلو، والروكا فيها 1.25 كيلو، وميرلون فيها 1.25 كيلو، وتقريبا 1.25 كيلو في الكروفيت، و1.25 كيلو ديال الكالامار. وحتى لهاد المرحله وحنا راه باقي تندوقوا، هكي كما كتشوفوا معايا الحوت كنخليوه طريفات كبار. ندوق الى خاصني شويه الهريسه، الى خاصني اي حاجه كنعاود نضيفها. بسم الله على بركه الله، خديت هنايا المقله درت فيها واحد المعلقه ديال الزبده وشويه ديال زيت الزيتون. هنا غادي نسوطي فيها ديك الحوت، ضفت شويه ديال الملحه، وهنا كتذوب ان شاء الله الزبده، وغادي نضيف ان شاء الله دوك التقطيعات ديال الحوت اللي شفتوا انني حيدتهم هكا. غادي نسوطيهم شويه من هكا كيتنكهو، ماشي بحال داك الحوت اللي حطيت في الفيرميسيل راهو تشرب الشرموله، هذا لا بدا غادي نتوبلوه شويه باش ياخذ النسمه زوينه. كنضيف واحد شويه ديال التوابل ديال الحوت، وكنضيف واحد شويه الملحه، وكنبقى هكا كنحرك عليه حتى كيتشرب ديك شويه الزبده. هكا كنحطو كيكون طريفات، حتى كيحافظ على الطريفات ديالو كبار ما تيتشتتش، وكنحطو هكا فوق البسطيله كاخر مرحله. بسم الله على بركه الله، خديت هنا زيت المائده، ضفت فيها واحد المعلقه ديال الهريسه، الا بغيتو كتر ديال الحار ممكن تضيفو. هنا الورقه كانت ما زويناش الصراحه، الورقه اللي هزيتها كتقطع معايا. هنا كنورقو اولا كنلمطو البسطيله ديالنا غير بالزيت، ما كنديروش الزبده، حيتاش الزبده بصح كطري البسطيله وكتولي هكا يعني ما كتقرمش في الفران. غادي ان شاء الله هنايا ناخذ هكا الوريقات
وندهنهم وناخذ هكا هاد المول. من بعد غادي نبدلو حيت جاني صغير في 40 سنتيم هاد المول. غادي نبدا كنحط الورقه بالطريقه العاديه ديالنا، البلاصه اللي حرجه كتكون هكا للفوق والبلاصه اللي رطيبه كتكون لتحت. واخا هاد الورقه كلها حرشه ما فيهاش يعني ما شاء الله وصافي لا اله الا الله، تحت فيها ما زويناش، هي كلها حرشه ما فيها لا بلاصه رطبه ولا حرشه ما زويناش. غادي نحط هنايا الوريقات، هاد الوريقات اللي كيكونوا في جناب تيكونوا حسب الكبر ديال المول. وغادي نحط هنايا وريقه هكا تهز ليا شويه على الحشوه. هنا كنبدا كنحط شويه ديال الزيت، منها الوريقات كيتنكهوا تيجيو زوينين. هنا غادي نضيف هذه غير اضافه، ممكن ما ديروهاش، فرماج كيري واحد ثلاثه ديال المربعات غادي نحطهم على هاد الورقه ديال البسطيله. وغادي نجيب الحشوه اللي كانت اكثر من رائعه، زوينه بزاف كما قلت لكم في المرحله الاخرى. باقي كندوق وتنشوف الا خاصني الهريسه ولا خاصني شي حاجه كنعاود نضيف، غير الماده الدسمه ما تضيفوهاش. الفرماج هنايا كنديرو في الوسط، عندي هنايا موتزايلا وعندي فرماج حمر، ممكن هنايا تضيفي غير فرماج ساندويتش. الفرماج كنديرو في الوسط، عاد كنضيف عليه الباقي ديال الحشوه، ما كنديروش في الفوق حيتاش بصح كيلصق لينا الورقه. ولا بغيتي تقطعيها هكا الا كنتي كتاكليها ما كتجيش زوينه وكتبقى تلصق. هنا غادي نضيف الكميه الاخرى ديال فيغميسال والحوت اولا ديال البسطيله ديالنا على 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 الفرماج. وكان ان شاء الله هكا يعني ملي كنكمل عاد كنضيف هذاك الحوت اللي صوتيت معكم كما غتشوفوا معايا. كنحط هنا الطريفات منها كيجيو باينين ما شاء الله، واخا البسطيله فيها الحوت ديالها ولكن هلا على الوجه تيكونوا باينين وزوينين ولذادين بهذيك الزبده اللي صوتيناهم فيها. هنا عاد كنجيب لي كروفيت ديالي كما شفتوا، نشف مزيان 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 في واحد الشبيكه كنحطو حتى هويا، انا ما كنضيفوش على الفيغميسال ونحركو كيتودر، كنضيفو على الوجه باش اللي هز هكا البسطيله كياكل فيها تيحس بلي كروفيت ديالنا. وهنايا كنبدا كنلمط وكنمس كنهز شويه ديال هذيك الزيت مع الفلفله وكنلمط الميته العاديه. بصراحه طلع هاد الورقه شويه ما عرفتي طلعت لي الزعف حيتاش ما زويناش، بقات شويه كتقطع ولكن شديت ليها الخاطر. غادي هنا ان شاء الله نهز واحد الوريقه ضروري غادي نضيفها في الوسط باش نغطي هذيك الحشوه اللي باينه. هذا مكان كندهنها بهذيك الزيت فيها الهريسه وكنعاود نحطها في الوسط. وهنا غادي ندير بحال اللي درت من التحت، غادي نبدا كنحط الوريقات ديالي على الوجه كما جرات العاده، وغادي نبدا كنلمط التلميط العادي ديال البسطيله. هنا كان تكونسومات معايا تقريبا واحد نص كيلو ديال الورقه وزيدين عليها شي ربعه الوريقات. هذا ما كان بالنسبه للبسطيله كبيره كما قلت لكم، هذا المول ديال 40 ولكن ان شاء الله غادي نحيدو من هذا المول وغادي نغيرو حيتاش بصح لقيت البسطيله شويه ما واخداش راحتها. هذا ما كان هنا باش ما انا كان ممكن انك ديري البيض تطربي بيض بيضه وتخدمي به اولا بيضه كامله ماشي مشكل. هنا كما كتشوفوا معايا كملت الطلمات ديالها وغادي ان شاء الله ندير ليها الفيلم اليمونتير، غادي نخليها حتى الغدا ان شاء الله. لا بد البسطيله ديال الحوت سورتو كتبغي انها تبات يعني باش ينسجموا ديك النكهات وتلق في بعضها وتجي زوينه. هنا ان شاء الله صباح الصباح غندير معكم واحد ديكوراسيون. هنا عندي واحد البياض ديال البيض فيها واحد شويه ديال الملح، ما ديروش الملح اولا الصفار، ضفت عليه واحد شويه ديال الثوم بودره وضفت عليه شويه ديال البابريكا اولا التحميره. وغادي ان شاء الله نضيف شويه الملحه هكا هاد الوريقات ديالنا اللي قطعتهم هكا بالطول رقاقين تيتنكهو تيجيو احسن من الشيبس، تيجيو رائعين وزوينين وحتى المنظر ديال البسطيله ديالنا كيجي زوين بزاف. غادي ان شاء الله نلبس هاد الشرائط ديال الورقه البسطيله بهذاك البيض. وهنايا كما شفتوا معايا بدلت المول باش تاخذ راحتها مزيان يعني تحمر ليا حتى من الجنيبات. غادي ندير انا هاد ديكوراسيون خفيفه بزاف وزوينه، لا بغيتي ديكوري بشويه ديال لي كروفيت، شويه الحامض، نصوصه ديال الحامض، بغيتي ديري غير الفرماج من الفوق، بغيتي تخبيها كاملها بهاد الورقه ممكن ديال البسطيله ممكن. انا غندير هكا غير الجنيبات وغادي نخلي ان شاء الله الوسط خاوي.
منها هاد الوريقات كيتكالوا كيجيو زوينين ومقرمشين ومتوبلين، ما نعاودش لكم عليهم. هنا ان شاء الله الفران كان سخون على درجه حراره 200، غادي ندخلها غادي نطفي الفوق وغادي نخليها على 180 تحمر على خاطرها، عاد كنشعل عليها الفوق. كتشوفوا معايا ما شاء الله رائعه جدا، لا في المذاق ولا في المنظر. هنا كنت درت واحد شويه ديال البريوات ديال الجبن والكركاع والزبيب، وجاو زوينين بزاف. ديكوريت بهم هكا الوجه مع دوك النصوصه ديال الحامض، جات بصيله زوينه بزاف للمبتدئات. من الان ما باقيش غادي تفكري، غادي تشمري على يديك ان شاء الله وغادي ديري بصيله كتنجح معاك من اول تجربه. نتمنى تكون عجبتكم البصيله ديالي بالطريقه ديال بهيجه، وتستافدوا منها ان شاء الله. علاش لا ما نديروش بصيلات صغيورين اول الشهر الكريم على الابواب. كانت معكم بهيجه من قناه الناصري برودكشن، السلام عليكم. جوارحي مهرومه وكداك الحجل بيه نتم، الارنب صورته معلومه، تما تجيب 20 من الشابل طايبه وذكيه، اخرين كيفها مقليه فيها نضرب غلقات شكار، لا تحضر لي جار تركني وحدي وصغى للقوالب جرام. هات شرغو والبور يجيب فرخ من 7 شبار والمرينات فكار.